حتى انا حتى انا متشوقه لهم، وحتى انا بغيت نشوفهم، وحتى انا ما كرهتش نكون انا دائما متواجده. الامر ماشي بايديا، انا ماني منتجه ماني مخرجه، ف ما عرفتش، كاين واحد عدم توازن في الميدان وهذا معروف، كاين للاسف كنلقاو نفس الوجوه اللي دائما كتشتغلوا كيشتغلوا، وجوه اخرين ما كيخدموش. دونك هذه نورمالمون الدور ديال النقابات، الدور ديال القنوات اللي هما خصهم يفهموا هذه الامور هذه، وكيحاولوا انهم يديروا واحد التوازن ما بين كل الممثلين، مع العلم على اننا حنايا فقط حنايا غير 200 واحد، ما عندناش حنايا ماشي بزاف. دونك ديكو خاصهم هما يقدوا الامور، مي سينون انا ما بديش، ما كرهتش مي ما بديش. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.